إبراهيم والنقاش المنطقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إنه إبراهيم أبو الأنبياء الذي جعله الله للناس إماما، ومن ذريته أئمة يهدون الأمم والشعوب إلى عبادة الله الواحد الأحد. إنه النبي الصديق الذي واجه قومه المشركين بكلمة التوحيد، واجههم بها وحدها محتملاً الأذى والتهديد بالرجم والقتل، بل وبمواجهة الموت حرقاً قبل أن ينجيه ربه من كيد الظالمين. إنه خليل الله الذي نال المكانة العلية عند ربه التي استحقها بما حازه من الإخلاص وبما قدمه في سبيل التوحيد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أجل، هذا إبراهيم الذي هداه الله وأيده، فأعطاه من الحكمة والرشد ما سيمكنه من مواجهة ضلالات قومه بالحكمة والمنطق السديد، لا ليغلبهم بل ليظهر الحق، عسى أن تهتدي على يديه هذه الفئة الضالة. سيواجه إبراهيم ضلالهم وهم عبادة الأصنام والنجوم والكواكب، ولو اضطر بأن يتظاهر بأنه لم يهتد بعد إلى إله يستحق خضوعه له وعبادته. وحاشا لمثل إبراهيم عليه السلام أن يكون ممن لم يهتدوا إلى ربهم منذ نعومة أظفاره. ويوشك إبراهيم على مواجهة وثنية قومه في ليلة من الليالي الصافية بزغت فيها النجوم متلألئة، ويقف إبراهيم عليه السلام على مرأى ومسمع من جمع كبير من قومه ليشرع بزعزعة معتقداتهم الضالة بمنطق حكيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لقد كان قوم إبراهيم من أهل بلاد الرافدين، ممن يعبدون الكواكب وما يجسدها من أصنام، وقد كانت النجوم الزاهرة والكواكب من معبوداتهم. وبهذه الكواكب الصغيرة بدأ إبراهيم موعظته، فقد تظاهر أمام قومه بأنه قرر اتخاذ هذا النجم المتألق إلهاً لما في مظهره من جمال وتألق ورفعة. وقد اختار الكواكب التي تظهر خلال وقت يسير من الليل مثل كوكب الزهرة، ولم يمر وقت طويل حتى اختفى هذا الكوكب وأفل. فتراجع أمام القوم عن رأيه،
فهو لا يحب الآفلين الذين لهم وقت محدود في ظهورهم. فالإنسان الآفل الفاني لن يخضع ويعبد آفلا مثله. أفيعبد المرء شبيها له في أفوله وعدم استمراره؟ هكذا تحدث إبراهيم أمام قومه، جاذبا أسماعهم إلى حسن منطقه. ثم مر بعض الوقت قبل أن يسفر القمر بدرا وضاء في كامل بهائه، فيشرق وجه إبراهيم وهو في سره يسبح الله على بديع خلقه وصنيعه فيما هو يمضي في محاكمة وثنية قومه بأسلوب عقلي فريد. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ويواصل إبراهيم عليه السلام اعتماد أسلوبه المنطقي في توضيح فساد عقيدة قومه، فينتقل من الموجود الأصغر حجماً إلى الأكبر، من الأقل إضاءة إلى الأكثر، وبالطريقة ذاتها بيّن لقومه أن فطرة الإنسان السليمة تأبى عليه الاعتماد على الموجودات التي تأفل وتغيب، مبينا لهم أن اهتداء الإنسان إلى المعبود الحق إنما يكون بمعونة من هذا المعبود، وإلا ضل المرء وتاه. فانتقل من الكوكب المنير إلى القمر الوضاء، ثم إلى الشمس المشرقة مصدر النور والدفء، الأكبر في حجمها والأكثر في نورها والأكبر في أثرها على دنيا البشر. ولكن الشمس التي تبعث الضوء والدفء فإنها ساعة تغيب ينعدم تأثيرها ولا يظهر أثرها في حياة الناس. فكيف يدبر شؤون الكون ومخلوقاته من يغيب في أثره وحضوره لساعات طويلة من اليوم؟ إلى هذه النتيجة أوصل إبراهيم قومه ليتظاهر بالحيرة ويوقع قومه في الحيرة. وبهذا يكون قد نجح في نقاش وجدال قومه وإقامة الحجة عليهم، وكان في مقام مناظرة ودعوة وبرهان، استخدم معهم المنطق البرهاني ووسائل الإيضاح. لقد خاطب قلوبهم وعقولهم، هذه الكواكب غابت والرب لا يغيب عن الكون. إذن من هو الرب الحق والإله الحق الذي لا معبود بحق سواه؟ إنه الله رب العالمين، إنه الله ربنا ورب إبراهيم ورب آبائنا الأولين ورب الناس أجمعين.
ولذلك دعاهم نبي الله سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى الإيمان بالله صراحة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وهنا وبعد أن وهن معتقد قومه تبرأ خليل الله مما يعتقدون تمهيدا لإعلان حقيقة اعتقاده وإيمانه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ويعلن إبراهيم عليه السلام حقيقة عقيدته وكمالها وشموليتها، فقومه إنما كانوا يعبدون آلهتهم ويعددون وظائفها ومهامها. فهناك إله الرعد والمطر، وهناك آلهة الخصب والنماء، وغيرها وغيرها من الآلهة الباطلة والمتخيلة. فجاء إبراهيم ليعلن أنه يعبد الإله الواحد خالق السماوات والأرض وما فيهما من الموجودات، حنيفا في عبادته، أي مستقيما في اتخاذه هذا الإله دون ميل أو انحراف نحو أي شكل من أشكال الانحراف أو الشرك عبر اتخاذ شركاء في العبادة لا أساس لسلطتهم ولا لوجودهم أصلا. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ويسعى قوم إبراهيم عليه السلام لمواجهته ومجابهة أفكاره بعدما أحدث هزة عنيفة في أساس معتقداتهم، فلا يجدون فيه إلا كل صلابة في الرأي وفي الموقف وفي الحجة. فيبين لهم أن الله خالقه وخالق الكون هو الأحق بالعبادة، وبأن ما يعبدونه من أصنام ويجعلونهم لله شركاء ما هم إلا أصحاب سلطة وهمية، ولا يمكن أن يكونوا شركاء لله في سلطانه، لأن الله ما أعطاهم مثل هذا السلطان أصلا. وهنا يحذره قومه من عاقبة النيل من آلهتهم، وبأن غضبها وعقابها سيلحقه وينزل عليه لا محالة. فيسخر إبراهيم عليه السلام من كلامهم، ويبين لهم بأنه ما كان ليخشى آلهتهم، فهم أضعف من أن يدفعوا الأذى عن أنفسهم، فكيف يمكنهم أن ينزلوا الأذى والعقاب بغيرهم؟ فما هم إلا تماثيل وأصنام جامدة لا روح فيها ولا قدرة لديها. وهنا يقرر إبراهيم عليه السلام أن يبدأ بمهاجمة أساس هذه العبادة وأساس فكرتها، فيبادر إلى مساءلة قومه عن السبب العقلي لعبادتهم لهذه الآلهة الباطلة
التي ليست سوى أصنام وتماثيل. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهكذا استدرجهم إبراهيم عليه السلام ليعترفوا بأن ما يعبدونه هو مجرد أصنام وتماثيل. وإذ تحققت له هذه الغاية فإنه خاطب عقولهم من جديد، فالتماثيل ما هي إلا كتل جامدة لا روح فيها ولا حياة، فهل يمكن لهذه الكتل الصماء أن تسمع من يناديها أو يناجيها أو يدعوها بمختلف أشكال الدعاء؟ هكذا تساءل إبراهيم ببيان واضح وحجة قوية، فما وجد قومه أي جواب مقنع سوى حديثهم عن أنهم إنما يتبعون سيرة آبائهم الأولين، فهم إنما يقلدونهم في هذه العبادة دون أي تدبر أو تفكير بصحة ما كانوا يفعلونه أو خطئه. إنه التقليد الأعمى الذي لا يستند إلى أي دليل أو حجة. لقد طرح عليهم أسئلة وهم يعلمون جوابها، ويريد منهم الانتباه والتيقظ. هل يسمعونكم عندما تدعونهم؟ الجواب البديهي: لا يسمعوننا. فكيف لا يسمع الرب عبادة عابديه؟ الإله لابد أن يكون قادراً على جلب النفع، قادراً على دفع الضرر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هل ينفعونكم؟ هل يضرونكم؟ الجواب البديهي: إنهم لا ينفعوننا ولا يضروننا. إذن فكيف يكون إلهاً وهو عاجز عن النفع أو الضرر؟ إنه منطق واضح وبرهان مقنع. إذن لماذا تعبدونها طالما أنها ليست آلهة؟ الجواب: نعبدها متابعين مقلدين لآبائنا. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وهكذا بيّن لهم إبراهيم عليه السلام أنه منهج غريب وغير صحيح، فكيف يتخذ الإنسان عقيدة على أساس التقليد الأعمى دون أي تحقق في صحة ما يفعله؟ فلئن كان الآباء قد وقعوا في الخطأ، فهل يصح أن يتبعهم أبناؤهم عليه؟ هنا لم يجد قومه إلا أن يشككوا بما يقوله لهم عن وحدانية الخالق وتدبيره لشؤون الكون كله، فاتهموه بأنه في دعوتهم امرؤ لاه وعابث. فيقدم الخليل عليه السلام جوابا أكثر وضوحا وبداهة عن الله الخالق رب العالمين: فبما أنهم متابعون مقلدون لآبائهم،
كان لابد أن يهزهم خليل الله إبراهيم عليه السلام هزة قوية، وأن يثيرهم في خطابه لعلهم يستيقظون. ولهذا فاجأهم قائلاً: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد فاجأهم بكلامه وصعقهم باتهامه لآبائهم، ولهذا ظنوه لاعباً هازلاً معهم. فليس من المعتاد والمعقول عندهم أن يتهم ويسفه آباءهم. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ ظن هؤلاء أن موضوع الإيمان والعقيدة يمكن أن يكون خاضعاً للعب واللهو، ولهذا اعتبروا سيدنا إبراهيم عليه السلام لاعباً في كلامه. ومن ثم يواجه خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام قومه بإعلان عداوته لآلهتهم الباطلة وبراءته منها. فإن إبراهيم عليه السلام أول المسلمين ثبت هنا لكل من يأتي من بعده من المؤمنين ركنين أساسيين، هما البراءة والولاء. البراءة من كل ما هو سوى الله من شركاء وعبيد لا يضرون ولا ينفعون، والولاء الخالص والتسليم الكامل للحق سبحانه وتعالى. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. إذا كانت معبوداتهم الباطلة عاجزة عن فعل أي شيء، فعليه أن يبين لهم بعض صفات الله رب العالمين. فالله هو الذي يخلق، وهو الذي يهدي، والذي يطعم، والذي يسقي، والذي يبتلي بالمرض، والذي يشفي، والذي يميت، والذي يحيي، والذي يحاسب الناس يوم القيامة، والذي يغفر لمؤمنيهم ويدخلهم الجنة. فهو وحده الإله الرب، وغيره لا يصلح لأن يكون إلهاً أو رباً. بهذه الكلمات الواضحة الجلية بيّن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء صفات الله التي لا تخطئها الفطرة الإنسانية السليمة لأناس غرقوا في جهالتهم وتعنتهم وعنادهم. وبرغم أنهم لم يملكوا أي منطق سليم للرد عليه، فقد تشبثوا برأيهم واتهموه باللهو والعبث واللعب. لكن إبراهيم عليه السلام أدرك عندها بأنه قد زعزع يقينهم بعقيدتهم بجداله العقلي والمنطقي، فكان عليه أن ينتقل إلى مرحلة جديدة. كان عليه أن يهشم معتقداتهم، ولكن بأسلوب مادي ظاهر، ولو اضطر لاستخدام فأسه. فأطلق تهديده وعلى رؤوس الأشهاد بالنيل من هذه الأصنام. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.